السلام عليكم. دونك تتمة لتصحيح التمرين الميكانيك اللي كنا ديجا بدينا في التقديم السابق، يعني في دوزيام بارتي دو الكوريكسيون المباراة ولوج كلية الطب والصيدلة بوجدة 2015-2016. ديجا كنت حطيت لكم البرومي بارتي والدوزيام بارتي، وصلنا للبارتي نيميرو 3 الميكانيك. دونك كاين الميكانيك فيه السؤال 17 18 19 20. إلى لاحظنا السؤال 17 و النيميرو الكيستيون 17 ولا كيستيون 18، يعني كيتعلقوا بلي زوسيلاتور ميكانيك، المتذبذبات الميكانيكية. وكما كنعرفوا بأن المتذبذبات الميكانيكية يعني في الأوطة المرجعية سواء عند الامتحانات الوطنية ولا كلية الطب والصيدلة، أي كلية جميع يعني مباراة جميع المدارس، يعني ما كاينينش في الأوطة المرجعية. دونك سي با لابين أننا نضيع الوقت، وغادي نركز لكم فقط على المحاور اللي ممكن تختبروا بهم في يعني في هذه السنه على حسب الاطر المرجعيه المحينه. دونك غادي نخدموا سؤال 19 وسؤال 18 على بركه الله. غادي نبداو بسؤال 19. تنفصل قاطره مؤخره قطار خلال انتقاله فوق مستوى مائل بواحد السرعه 30 متر بار سكوند، السرعه البدئيه. يعني قالوا لنا بان القاطره ديال مؤخره قطار انفصلت عن القطار خلال انتقاله فوق واحد المستوى مائل، يعني هو في صعود، في حركة صعود. دونك شكون اللي كيبين هنا صعود؟ هو متجهة السرعة نحو الأعلى، سي بون، وغادا بواحد السرعة 30 متر بار سكون. عطينا كتلة هاد القاطرة مع المسافرين ديالها هي 170 طن، اللي هي 170 ألف كيلوغرام. والسكة تكون زاوية ألفا اللي كتساوي 10 دوغري مع المستوى الأفقي. شدة قوة الاحتكاك، يعني هنا تماس باحتكاك بين القاطرة وهذه السكة السكة المائلة. دونك هناك احتكاكات، وقوة الاحتكاك الثابتة كتساوي 221 كيلو نيوتن، اللي هي 221 ألف نيوتن. بعد توقف القاطرة، يعني فاش كتسالى هذه السرعة، فاش كتنعدم السرعة البدئية في زيرو، يعني غادا ب 30، فاش كتنعدم كتولي القاطرة كدير واحد الحركة نحو الأسفل، يعني في نزول. دونك في السؤال 19 غادي ندرسو صعود الحافي القاطرة، وفي السؤال 20 غادي ندرسو النزول، أي خلال مرحلة النزول ديال القاطرة عندما تنعدم سرعتها. دونك بعد الانفصال وقبل التوقف، هنا في حركة الصعود، وهنا قلنا واحد الحركة ديال القاطرة فوق مستوى مائل باحتكاك، سولونا على تسارع حركة القاطرة، هل يساوي AX يعني التسارع المحور OX، واش كيساوي ناقص 0.4 متر بار سكوند، أو ينعدم 0 متر بار سكوند متر في سكوند موان 2، ولا 0.4 متر في سكوند موان 2. دي أو سولونا على يعني مدة توقف القاطرة، ستتوقف القاطرة بعد المدة 10 ثواني من انفصالها، يعني من انفصلت على القطار حتى غادي توقف غادي تسترق واحد المدة 10 سكوند أو بين المدة 12 سكوند. دونك حنا باش نجاوبو على هاد الأسئلة يكفي أننا نطبقو القانون الثاني لنيوتن. دونك تبعو معايا. دونك كما كتلاحظو قلنا عندنا حالة صعود القاطرة، المحور أو إكس موجه نحو منحى الحركة، دونك هذا هو منحى الحركة لو سونس دو موفمون. ألوغ كيل سون لي فورس إكزيرسي سيغ لو سيستيم إتيدي، قلنا عندنا لو بوا، هو هذا عندنا لو بوا. Voilà, on a la composante normale, les quatre contours perpendiculaires mais le plan incliné. On a la composante tangentielle RT, ou bien la force de frottement. C'est bon? Donc on a trois forces, P, R, N, RT. Toujours F, quatre contours opposés mais le sens de mouvement. Alors, d'après la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces extérieures qui c'est le produit de la masse fois vecteur accélération. La somme des forces extérieures, il y a le poids plus RN plus F égale le produit de la masse fois l'accélération. Alors, on va dire la projection sur l'axe OX. Les coordonnées PX plus RNX plus FX égale le produit de la masse fois AX. Et là, il y a une projection, le vecteur AG sur OX, il y a AX. Voilà. Alors, RNX, c'est 0. Là, je vais dire RN, c'est la OX. بالنسبه لفx موان اف حيت اف اوبوزي يعني ايدنتيك مع او اكس مي في لو سونس اوبوزي، دونك سي موان اف. بالنسبه لبي اكس غادي نحاولوا نديروا البروجيكسيون بيربونديكولير على لاكس او اكس، كنلقاو هي موان بي اكس اللي هي هذه موان بي اكس. لونغل الفا، هاد لونغل الفا هي هذه،
C'est bon? Alors, sinus alpha, il y a moins px sur p. Alors, px, c'est moins pi sinus alpha. Moins f, qui est le produit de m fois ax. Donc, on a alpha, bien, p, il y a moins mg sinus alpha. Moins mg sinus alpha. Moins f, qui est le produit de la masse fois l'accélération ax. C'est bon? On a besoin ax. Implique que ax, qui est la masse inertielle j'ai encore regardé tout les moins g sinus alpha et tu regardes toute la masse mais la masse moins f sur la masse on dirait tu peux clairer l'application numérique allons dire l'application numérique donc ax qui est égal moins g atteint hier g il y a moins 9,8 fois sinus tachera c'est la 9 matières et l'argent le matières عطينا جي هي 9.8 و الفا هي 10 فوالا موان اف دونك لا فورس دي فروتمون راه عطينا 221 كيلو كيلو نيوتن خصنا نحولوها لنيوتن ديس بويسونس 3 وكنقسموها على لا ماس اللي هي 170 طن باش نحول كيلوغرام كنضرب في ديس بويسونس 3 غنختزلو في ديس بويسونس 3 باغ ابليكاسيون نيميريك كنلقى موان 3 متر seconde moins 2, c'est-à-dire l'accélération AX. Les coordonnées de l'accélération sur l'axe OX, il y a moins 3 mètres seconde moins 2. Les propositions là atteignent moins 0,4, 0, 0,4. Donc les propositions A, B, C sont fausses. A, B et C sont des propositions fausses. Voilà. Radin de Zoll, proposition D et E. Radin Nasbo, Modest Tsokov. مدة توقف القاطرة انطلاقا من انفصالها عن القطار حتى لحظة التوقف دونك هنا غادي نخدمو بليكواسيون اوغ يعني المعادلة الزمنية دلا فيتيس دونك انطلاقا من لاكسيليغاسيون كونستون لاكسيليغاسيون كونستون الى سولوك مثلا هنا على لا ناتير دو موفمون طبيعة الحركة غادي تقول بويسك لاكسيليغاسيون كونستون اللي هو نيجاتيف الوغ الموفمون اونيفورميمون غالونتي ريكتيلين اونيفورميمون غالونتي يعني حركة مستقيمة متغيرة بانتظام أي متباطئة و V en fonction ديال لو طون يعني إلا بغينا V la vitesse en fonction طون l'équation R ديالها هي l'accélération fois le temps plus la vitesse initiale غنعوض دونك V fois le temps l'accélération هي moins 3 قيس moins 3 fois le temps و V0 هي 30 سي بون alors خلال توقف القاطرة كتوقف لا فيتيس ديالها كتساوي 0 باش تعاوتاني تولي في نوزول دونك هنا غادي نعوض ب 0 كتساوي موان 3 فوا لو طون ديال الفريناج يعني لحظه التوقف بلس 30 ولا حلينا هذه المعادله غادي نلقى لو طون ديال الفريناج يعني مده التوقف هي موان 30 سيغ موان 3 سامبليفيو بالمو غادي تبقى 10 متر سكوند موان 1 دونك هنا البروبوزيسيون جيست هي دي égale à 12 secondes, rad A. Donc, D, c'est juste. Et E, c'est fausse. Égale à 12. E, proposition fausse. Voilà. Radin de Zo, ce A l'échelin. N'atamid, 9 matériaux de ce A l'sabir. Voilà, qu'on a dit dans ce nozul. Khilala un nozul. C'est bon? Donc, radin khidmo. Voilà. Donc la question numéro 20 donc ben il y a maintenant un nozzle on va rentrer sur un nozzle et nous avons la qatara كدير الصعاد حتى مثلا هنا انعدمت السرعه ديالها تصبح الان في نزول سي بون الو هذا هو منحى الحركه كيصبح لو سونس دو موفمون هو هذا نحو الاسفل ودائما المحور او اكس كنختاروه مع منحى الحركه دونك هذا هو المحور او اكس موجه نحو الاسفل سي بون شنو هما لي فورس اللي عندنا توجور عندنا لي تخوا فورس حيت دائما غادي يكون احتكاكات دونك عندنا لو بوا عندنا Rn perpendiculaire la composante normale
on a la composante tangentielle, يعني في لوسونس اوبوزي ديال المورمون اف. دونك علاش سولونا هنا؟ دائما سولونا على لاكسيليغاسيون او بي سولونا على لا فالور د لاكسيليغاسيون. توجو غادي ندير دوزيام لوا د نيوتن. توجو غادي نطبقو لا دوزيام لوا د نيوتن. الوغ دابخي لا دوزيام لوا د نيوتن قلنا بان لو بوا بليس الكومبوزونت نورمال بليس لا فورس دي فراتمون او بيان الكومبوزونت تانجونسيل كيساوي لو برودوي دو لا ماس فوا لاكسيليغاسيون. Voilà, par projection sur l'axe OX, qui est atteint à PX plus RNX plus RNX plus F de X, qui est le produit de la masse fois AX. RNX 0, c'est perpendiculaire à l'axe OX. FX moins F, LH moins F, est opposé à l'axe OX. De la part de PIF, est le cas de TSEW plus. Et PX, j'ai ma. L'axe OX. Donc, fait le halard dit ça va être plus P fois sinus alpha toujours. Et chacun qui ça va être M fois AX. P est M fois G fois sinus alpha moins F qui ça va être M produit de M fois AX. Alors, l'accélération, on a quand même l'accélération. La masse, je sais, la masse est G sinus alpha moins F sur M. C'est bon? تطبيق عددي هي 9.8 سينيس 10 ناقص قال لنا خلاص اف كتبقى ميم فالور 221 فوا 10 بويسونس 3 لا ماس هي 170 طن فوا 10 بويسونس 3 اون سامبليفي 10 بويسونس 3 نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك باغ ابليكاسيون نيميريك قلنا 9.8 فوا سينيس سينيس 10 moins le rapport d'IL 221 sur 170. C'est 0,4 mètres secondes moins 2. Donc, c'est on a B. C'est facile à mètres secondes moins 2. Donc, A c'est fausse. B, c'est شوفوا اقتراحات اخرى. سي ستقطع القاطره, هذه القاطره قالوا لنا ستقطع المسافه 20 متر بعد 10 ثواني من توقفها. دونك هنا القاطره موجهه نحو الاسفل, قالوا لنا فاش كتقطع واحد المسافه ديال 20 متر غادي تقطع, قالوا لنا بان غادي تقطع مسافه 20 متر خلال 10 ثواني. دونك هنا بما ان شوفوا معايا, بما ان دابا حنا في البروبوزيسيون سي, بما ان الاكسيليراسيون كيساوي 0.4 متر سكوند موان 2, دونك كونستان بوزيتيف, لا ناتير دو موفمون ريكتيليني انيفورميمون اكسيليري. كنعرفو بان الموفمون انيفورميمون اكسيليري يعني ليكواسيون اورير ديالها اكس دو تي كيساوي ان دومي فوا الاكسيليراسيون فوا تي كاري بلس في 0 فوا تي بلس اكس 0 في لي كونديسيون انيسيال. يعني الجسم بليتو القاطره فاش كتوصل لواحد اللحظه وكتنعدم السرعه ديالها تصبح في نزول. دونك السرعه البدئيه هنا هي صفر, وغادي نعتبرها انطلقت من لوريجين. هنا انعدمت السرعه انت دونك في 0 ايغال 0 و اكس 0 ايغال 0 في لي كونديسيون انيسيال 0 0. دونك اكس كيساوي ان دمي ا تي كاري. دونك قالوا لنا ستقطع القاطرة المسافة 20 بعد 10 ثواني من توقفها. غادي نعوضو تي ب 10 نعوضو تي ب 10 سكوند ونشوفو واش غادي نقف المسافة 20 متر. الوغ اكس خلال اللحظة 10 سكوند كيساوي ان دمي فوا لاكسيليغاسيون لقينا هي 0.4 فوا تي او كاري هي 10 ثواني اس 2. 10 اس 2 هي 100 على جوج فوا 0.4 هي 50 فوا 0.4 اللي كتساوي 20 20 متر. دونك اقتراح صحيح. انت الا لاحظتوا معايا ستقطع القاطره المسافه 20 متر خلال 10 ثواني. اقتراح صحيح جيست.
دي شدة المركبة المنظمية لتأثير السكة على القاطرة هي 1.16 أس 4. جميع الأجوبة المقترحة خاطئة، دونك الاقتراح أو خاطئ، حيث راه ديجا عندنا جوج أجوبة صحيحة اللي هي بي و سي. ليست جميع الأجوبة خاطئة بل بي و سي صحيحة. دابا بقى لنا نتأكدوا من دي. قالوا لنا نحسبوا ار ان. الو باش نحسبوا ار ان يكفي نديروا يعني هذا الدوزيام لوا دو نيوتن، نديروا له البروجيكسيون سيغ لاكس او ايغريك، حيت لاكس او ايغريك ايدونتيك مع ار ان. الو بروبوزيسيون دي، قلنا لوا دو نيوتن كيعطينا بي بليس ار ان بليس اف كيساوي لو برودوي دو لا ماس فوا فيكتور اكسيليراسيون. فوالا دونك بار بروجيكسيون سيغ لاكس او ايغريك كنلقاو بي ايغريك بليس ار ان ايغريك بليس اف ايغريك كيساوي ام فوا ا ايغريك. ا ايغريك اوتوماتيكمون زيرو، علاش؟ حيت الحركه كتتم على المحور او اكس وليس على المحور او ايغريك، دونك الاكسيليراسيون كينعاد مع المحور او ايغريك، شي كيساوي زيرو. اف ايغريك زيرو حيت متعامده، اف متعامده على او ايغريك. ار ان ايغريك سي ار ان حيت ايدونتيك مع او ايغريك بليس ار ان. بقات لنا بي ايغريك، الى لاحظتوا معايا ايغريك وهذا مو ايغريك مو ايغريك، و بي غادي نديروها بروجيكسيون بيربونديكولير على لاكس مو ايغريك، دونك هادي هي مو مو بي. دونك الفا هي هادي، الى درنا كوس كوس الفا هي مو بي ايغريك سيغ بي، كوس الفا هي مو بي ايغريك سيغ بي. الوغ بي ايغريك غادي يساوي مو ام جي كوسينيس الفا امبليك ار ان إيغال إم جي كوس ألفا. إلا درنا لابليكاسيون نيميريك غادي نلقاو ديفيرون ديال هاد لافالور هادي، ديفيرون 1.6 ديس بويسونس 4 نيوتن. حنا غادي نتأكدو من هاد لافالور شحال غادي نلقاو. لاماس عطينا هي 170 طن، دونك 170 في 10 أس 3 باش نحولو الكيلوغرام فوا 9.8 فوا كوسينيس 10. حنا نتاكدو من لا فالور شحال غادي نلقاو. دونك كوس 10 فوا 9.8 فوا 170 فوا 10 بويسونس 3. كيساوي 1.64 10 بويسونس 6. Donc différent de la valeur, donc la proposition fausse. Et voilà, donc à d'avoir très de la mobarat, mobarat ou le chocolat qui est bougé. Tarakabo fait tkdim mokbin shallah, tarakou matalam très tihan ou le chocolat qui est bi morakosh. Je vais me confirmer, et ni jamais. يعني بقات نخدمو جميع النماذج، كنا خدمنا ديال فاس، حنا دابا خدمنا دي وجدة، غادي نطرقو في التقديم المقبل إن شاء الله إلى تصحيح كلية الطب والصيدلة بمراكش لسنة 2016. دونك خليكم معنا، متنساوش تابوناو باش يوصلكم أي جديد فيما يخص تصحيح هاد المباراة، وبالتوفيق للجميع.